وأضاف رئيس السيسي خلال مشاركته في المائدة المستديرة أن رؤية مصر لتحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم. وأشار رئيس السيسي إلى أهمية تعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلاً عن التنمية المستدامة وإنما محفزا لها. وأنا في التجربة الوطنية اسمحوا لي حأشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت يحقق التنمية المستدامة.